يا حسام يا ناصر يا عسى عمرك طويل والسعادة كل ليل لك على مر السنين لك على مر السنين على 0534515279 ظلت الفرحة علينا مرحبا بالحاضرين محفل ابن الطيبين يحتفي بالحاضرين يا حسام يا الأصيل يا عسى عمرك طويل والسعادة كل ليلك على مر السنين في حسام نحتفل يسلم الحر الوفي رجل طيب يعرفي جعنا من الغانمين يا ابن راشد الشهام شيخ حايز والنعم بالشجاعة والكرام والخلايق شاهدين أمكم طيب زود يا عسى هذا الوجود أم سامي تجود وافياه بكل حين افرحي به وفري يلي طيبك يشكري يا طيب الناس ابشري كل شي لجلك يزيد عمامك نعم العمام المزايد الكرام والشهامة زودوه للمكارم مالكي سامي يطيب فيه شهم وسنفي نبي كل موقف يحزمي لا حضر رايه يقهر الخصم العنيد رايه الراية الثمين واشكر الله كيف صكاس بالله الاحترام لا مكان له مقام عشتي يا درب اليمين والحلا كلها خواتك طيب قلب وزود وذوق منزلتهم فوق فوق كاملت من كل زين ظلت الفرحة علينا مرحبا بالحاضرين محفل ابن الطيبين يحتفي بالحاضرين يا حسام يا الأصيل يا عسى عمرك طويل والسعادة كل ليلك على مر السنين في حسام نحتفل يسلم الحر الوفي رجل طيبة يعرفي جعنا من الغانمين يا ابن راشد الشهام شيخ حايز والنعم بالشجاعة والكرام والخلايق شاهدين أمكم طيب زود يا عسى هذا الوجود أم سامي تجود وافياه بكل حين افرحي به وفري يلي طيبك اشكري يا طيب الناس ابشري كل شي لجلك يزيد عمامك نعم العمام المزايد الكرام والشهامة زودوه للمكارم مالكي سامي يطيب فيه شهم وسنفي نبي كل موقف يحزمي لا حضر رايه بي والكفو طلال دوم دوم صامل ما يحيد يقهر الخصم العنيد رايه الراية الثمين واذكر الله في فيصل كاسب الا الاحترام لا مكان وله مقام عندي يا درب اليمين والحلا كلها خواتك طيب قلب وزود ودوم منزلتهم فوق فوق كاملت في كل زين بالأسماء الاتصال على 0534515279